الإمام الباقر سلام الله عليه قال: من قرأ سورة الصاد في ليلة الجمعة أعطي من خير الدنيا والآخرة ما لم يعط أحد من الناس إلا نبي مرسل أو ملك مقرب، وأدخله الله الجنة وكل من أحب من أهل بيته حتى خادمه الذي يخدمه، وأن لم يكن في حد عياله ولا في حد من يشفع فيه. رب العالمين يدخلك الجنة ويدخل عيالك ويدخل من يرتبط بك. هذا الثواب لتلاوة هذه السورة المباركة في ليلة الجمعة.